السلام عليكم، ازيك؟ النهارده جايب لكم برفيوم جديد ولذيذ من عطور النيش اللي هتعشقها. برفيوم نيوتن. برفيوم نيوتن، عارفين قصة نيوتن؟ اسحاق نيوتن بتاع الفيزياء لما وقعت عليه التفاحة واكتشف ساعتها الجاذبية. وقتها انا حاولت اقرن العطر ده بالاسم ده، البرفيوم ده نيوتن والتفاحة. نيوتن والتفاحة هو عبارة عن موجة قوية جدا من نوتة التفاح هتقابلك اول ما بترش البرفيوم ده. ومش اي تفاح، تفاح اخضر لما بيتخمر معاك ومع نوتة التمر او نوتة البلح كمان مع موجة بخورية من البخور، احساس تاني، عبق تاني. برفيوم من اول رشة، يعني شم معايا كده، ايه الجمال ده؟ نوتة التفاح الاخضر يا جماعة اللي ممزوجة مع التمر زي ما قلت لك والبخور. البرفيوم انا ارتديته، انا لما ارتديت البرفيوم ده في كده احساس ملكي، تعرف، تمر ولبن وحتة تفاحة خضراء، فخامة، والله فخامة. حتى كمان تحس ان هو يعني في نوتة، نوتة فعلا نوتة لاكتونية كده. كان واحد زميلي يعني حريف وطور قال انا شم فيها لاكتونيك، يعني فيها ريحة اللبن. هي فعلا فيها ريحة اللبن بس ما بتدومش كتير معانا بصراحة. انا وقال لي بتدوم معايا بس هي ما بتدومش معانا. وكمان النوتة العنبرية، تخيل بقى، بص، التوليفة دي كلها مع البخور والنوتة الخشبية والمسك والتفاح لما بيملوا أرجاء المكان والأتموسفير بتاع المكان، إحساسه جميل قوي. لا فخام، هو فخم فخم. واللي عايز أقوله لكم إن البرفيوم ده محاكي inspired by شمال نوبل 1942. يعني البرفيوم ده قديم، وبرفيوم يعني عطور النيش، النيش نفسها برفيوم عملاق، برفيوم عميق، برفيوم أنا حبيته. البرفيوم ده أنا حطه في الإزازة 50 ملي زي ما أنتم شايفين شكله كده، من كاريزما inspired by شمال نوبل. وعندنا التوب نوت معانا التفاح والتمر والبخور، معانا كمان الهارت نوت، معانا الفيلفت اللي هي النوتة المخملية مع العنبر، والبيز نوت معانا نوتة خشبية مع المسك. طبعا اللي عاوز يشتري اهلا وسهلا، هي جاية في عبوة 50 ملي. انا لما حبيت اعملها في هذا الزوج 50 ملي عشان ما تملش منه. ومعانا كمان سبايس توباكو، اللي حابب يشتري الاثنين، البرفيوم سبايس توباكو ال 100 ملي ب 700 جنيه، ال 50 ملي من نيوتن 450 جنيه. ولو حابب تشتري الاثنين مع بعض انا عملت لك عرض خاص ليه ب 1000 جنيه. مستني تعليقاتكم ومستني تقييماتكم، واللي شم شمال نوبل يدي لي تقييمه الاوريجينال، يدي لي تقييمه ويقول لي ايه رايك في البرفيوم ده. مستنيكم في برفيوم جديد، وان شاء الله هبدا نعمل الصور بتاعته ونكتب المكونات بتاعته. بس مستني تعليقاتكم، مستني تحفيزكم، مستني اللايكات بتاعتكم، علشان انا عايز الصفحه دي تكبر ومنتجات كاريزما تكبر بيكم ان شاء الله. شكرا لكم.